اخي الكريم. ايش يحكي حزب العمال الكردستاني يحمل جنسيات ويحمل جوازات من اقليم كردستان، صادره من اقليم كردستان ومن حكومه لا تقاطع لا تقاطع. ارجع لك دكتور، اكتب ملاحظاتك اكتب. و50 الف باكستاني ومن 700 و... انت تصدق بالفيس؟ انت لا لا مو فيس. ارجع لك دكتور، ما 50000 دجاج اصدق بوزاره الداخليه بس اصبر اصبر. طيب. لا تقاطع لا تقاطع. 762 ألف إيراني دخلوا قبل سنتين أو ثلاثة، 120 ألف رجع. أوه. كلهم الآن عندي بطاقات وطنية، بطاقة وطنية لبنت أحد قادة بسيج الإيراني. هذا الشابه مجلسين. أنا عندي جنسية تركية، وش المانع يعني إذا صارت عندي جنسية بلد ثانية؟ أنت عندك جنسية بريطانية يعني لحظة دقيقة أخي اكتب ملاحظاتك. شنو المانع أخي؟ باختصار أستاذ عدي، أنا عرفت راح يصير مقاطعات لأنه جماعة هذا دأبهم عادتهم من نوضح الحقائق ومن بالتشويش، مثل الأخ هذا النجاح علي ما تسمع هذا قبل أسبوعين كنت ضيف عندك. أخي اكتب ملاحظاتك ورد عليا. أنا ما أصدق فايز، وافقتك جدلا وافقتك. الأسماع كندي في أسماء عندي من وزارة الداخلية، من 720 ألف إيراني رجع فقط 120 ألف. الآن عندي بطاقة وطنية لبنت قائد في بسيج الإيراني. هذا شو عنده علاقة على أساس الجنسية العراقية؟ لا، الهدف واضح هو